إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المسلمون قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال بعض السلف إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فيا أيها المسلم يا عبد الله أرلها سمعا فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه كتب عليكم الصيام فرض وجب عليكم الصيام الصيام ذلك الذي هو محبوب للمسلمين محبوب للمؤمنين حالهم أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام قد لقيناك بحب المطعم كل حب في سوى المولى حرام فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك التسام لا تعاقبنا فقد عاقبنا سهد أثرنا يلحق ظلام عبد الله الصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى من أجل ماذا؟ من أجل أمر عظيم ولأجل فوائد جليلة من أهمها قال الله لعلكم تتقون وقال في آخر الآيات آيات الصوم لعلهم يتقون التقوى دائما نسمع عنها فما من خطيب يخطب ولا متكلم يتكلم ولا بليغ يتكلم إلا وإذا به يذكر قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مقتديا بخير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتدئ كلامه بخطبة الحاجة التي أولها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آيات كثيرة ذكرت فيها التقوى أحيانا تذكر في الآية الواحدة مرة وأحيانا في الآية الواحدة مرتين كما هو الحال في أول سورة النساء وأحيانا في الآية الواحدة ثلاث مرات كما قال الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا عبد الله التقوى وصية الله للأولين والآخرين للعالمين أجمعين قال الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والله يوصي نبيه ويأمره يا أيها النبي اتق
اتق الله، وهي وصية الأنبياء لأتباعهم، كما في سورة الشعراء يقول الله: ما من نبي إلا وهو يقول لأتباعه اتقوا الله وأطيعون، وهي وصية ماذا؟ العقلاء والشعراء والبلغاء، ووصية الأحباء. محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوصي حبيبه معاذا فيقول: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، اتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ الا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، انما من يتق الله البطل. التقوى ذلك الامر العظيم، ذلك الامر الجليل الذي من كثر ما سمعه الشخص يمله، ولكنه لا يعرف معنى التقوى، لا يعرف هذا المعنى العظيم. يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يا علي، ما التقوى؟ قال: هي الخوف من اليقين، الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يخاف الإنسان ربه جل في علاه في خلوته وفي جلوته، ذلك هو أهم أمر في التقوى، أن يخاف الله سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله، لا تحسبن الله يغفر ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. نعم، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، العمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسنة رسول الله وحي، قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاء عن عبد الله بن عمرو أنه لامته قريش أنه يكتب كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: إنك تكتب كل شيء عن رسول الله، ورسول الله بشر يعتريه الغضب ويعتريه النسيان. فجاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، الأمر كذا وكذا. قال له: اكتب اكتب. فوالله ما خرج، ويشير رسول الله إلى فيه، ما خرج من هذا إلا حقا. نعم، العمل بالتنزيل، أن يعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرضا بالقليل، أن يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، إن كان كثيرا فليحمد الله سبحانه وتعالى، وليقنع ولا يطمع ولا يتجشع، وإنما ماذا يكون عنده؟ القناعة، وإن كان قليلا فإنه يرضى، لأن ابن آدم لا يرضى، لا سيما إذا كان عنده ماذا؟ تلهف للدنيا. جاء في الحديث عن أبي موسى وعن ابن عباس وغيرهم كما في البخاري، وكانت آية ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها. جاء في الحديث: يا ابن آدم، ابن آدم، لو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثانيا، ولو كان له ثانيا لتمنى أن يكون له ثالثا، ثلاثة أودية من ذهب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لا يملأ جوف ابن آدم إلا الموت، ثم يتوب الله على من تاب. الرضا بالقليل، أن يقنع الإنسان بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، والاستعداد ليوم الرحيل، أن يستعد لذلك اليوم الذي كلنا ملاقوه، كلنا سنلقى الله سبحانه وتعالى، كلنا سيأتينا الموت، الكبير والصغير، الضعيف والغني والفقير، ذلك العظيم والحقير، كلنا سيأتينا أمر الله سبحانه وتعالى، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، لا بد يوما على آلة الحجباء محمول، لا بد يوم سيأتي عليك يغسلك المغسل ويكفلك ويصلي عليك، ثم تدفن وحدك، وحدك لا جليد ولا أنيس ولا أحد إلى جانبك، إنما هو عملك، كيف كان عملك؟ عند ذلك ينفعك العمل، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ تبانوا جميعا
فما مخبر وما ذو جميعا وما ذا الخبر فيا دائمي عن أناس مضوا أما لك في من مضى معتبر تروح وتأتوا بنات الثرى فتمشوا محافن تلك الصور كم من عظيم كم من ملك الأرض بأكملها ثم إذا به يموت ولم يبق له إلا عمله فيا عبد الله اتق الله ولا تغتر بهذه الدنيا فإن معنى التقوى معنى عظيم معنى جليل وإذا بعمر بن الخطاب يسأل أبي بن كعب يقول له يا أبي ما التقوى؟ ما هي التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين أمررت بأرض فيها شوك؟ في هذه الأرض شوك؟ قال نعم قال فماذا تصنع فيها يا أمير المؤمنين؟ قال أسر برجلي من هنا إلى هنا إلى هنالكم حتى أمضي في طريقي قال فتلك هي التقوى يا أمير المؤمنين تلك هي التقوى خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى واصنع كماجن فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى التقوى أن تجعل بينك وبين معاصي الله وقاية حاجز جدار مانع والتقوى أن يجدك الله حيث أمرك وأن يستقذك حيث نهاك نعم إنه معنى عظيم هذه هي الوقفة الأولى الوقفة الثانية من آيات الصيام قال الله جل في علاه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا الشهر العظيم جاء عن ابن عباس كما في كتاب التوحيد لابن مندة وغيره أن الله أنزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما على حسب الوقائع وعلى حسب الأحداث فإذا بالله سبحانه وتعالى أنزله في شهر رمضان في ليلة مباركة كما أخبر إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهذه الليلة هي ليلة القدر لا ليلة غيرها ويقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يقول ابن عيينة كما في البخاري كل ما قال الله لنبيه ما أدراك فإنه قد أدراه وكل ما قال لنبيه وما يدريك فإنه لم يدره نعم يا عبد الله هذا شهر القرآن شهر ماذا؟ القراءة شهر الحفظ شهر التدبر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن كان رسول الله يعرض على جبريل في كل عام مرة فلما كانت السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارضه مرتين نعم إنه شهر القراءة شهر فيه الفضائل العظيمة ومنها أن الإنسان يكثر من هذا القرآن ومن قراءة القرآن لأنه شهر القرآن وفضل القرآن عظيم كما هو معلوم لكل مسلم كما جاء في أحاديث كثيرة أن الإنسان يقرأ حرفا من كتاب الله له حسنة كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود والحسنة بعشرة أمثالها وجاء في زيادات إلى 700 ضعف ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها القرآن شفيع جاء عن أبي أمامة في مسلم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وجاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه ويقول الصيام يا رب منعته الأكل والشراب والطعام بالنهار فشفعني فيه
قال فيشفعان، قال فيشفعان أو فيشفعان. نعم يا عبد الله، فضل كتاب الله عظيم، اقرأه ولكن لتكن قراءتك قراءة تدبر. قال الله مخاطبا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أن يقرأ الإنسان هذا خير وهذا فضل ونعمة أنعم الله بها عليه، ولكن تدبر ما تقرأ، أن تنظر إلى ما تقرأ. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحثنا، أن من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن عبد. إلى به يقول ابن مسعود لأصحابه: لا تهزوا القرآن حتى الشعر، ولا تنفروه نثر الثقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة أن يقال الشخص قد قرأت كذا وكذا، أو أن يقول لثاني قرأت كذا وكذا. الثلاثة الأجزاء والخمسة الأجزاء، لا، من أين التدبر يا عبد الله؟ تجد بعض الناس ربما يقرأ في اليوم خمسة أجزاء، هذه نعمة، ولكنه لا يتدبر. ربما يمر على آيات الربا وأمواله كلها موضوعة في الربا، وإذا به يقرأ آيات الربا وإذان الله بالحرب. لذلك الذي وضع أمواله في الربا يقرأ القرآن ربما قرأه مرات ومرات وما تفقه وما اعتبر وما تبصر. هذا مثال، وفي المثال يتضح المقال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، من كل ذنب أستغفره إنه الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عبد الله، هذا رمضان قد أقبل، هذا رمضان قد أتى، فاجتهد فيه من أنواع العبادة، ومن العبادة التي ذكرها الله في أثناء آيات الصيام. قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الحافظ ابن كثير وغيره أن الله سبحانه وتعالى ذكر آية الدعاء بين آيات الصيام إلا لفائدة عظيمة، فائدة جليلة. أولا، على المسلم وهو صائم أن يكثر من الدعاء، أن يكثر من الدعاء، وعليه فإنه يكثر من العبادات، لأن العبادة ما من عبادة إلا وفيها دعاء. جاء عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما من عبادة إلا وفيها دعاء. يقول أهل العلم: الدعاء على نوعين، دعاء بلسان المقال أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى، يدعوه إما بخير الدنيا أو في الآخرة كما هو الحال في الصلاة، وأعظم ما في الصلاة من الدعاء عند السجود كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصيام فيه دعاء، جاء في الحديث أن الصائم دعوته مستجابة حتى يفطر، جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحج أدعية، ذكر الإمام ابن القيم ستة مواضع في الحج كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقفها ويدعو ويتضرع فيها، ولكن نجد عبادات لا نرى فيها الدعاء، كالزكاة، كالإحسان إلى الجيران، كالإحسان إلى الفقراء، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلة
صلة الرحم أين الدعاء في أمثلة هذه العبادات؟ يقول العلماء أن الدعاء هنا بلسان الحال، فأنك عند أن تحسن إلى الناس، إلى الجيران، عند أن تساعدهم، عند أن تخدمهم، عند أن تساعد ذلك الفقير، ذلك المسكين، ذلك المحتاج، فإنه بلسان حالك لا بلسان مقالك، لك أنك تقول يا الله ارفعني، يا الله ارفعني درجات في الجنة، يا رب العالمين أعذني من النار، وكل على حسب حاله. المسيء يسأل الله لحاله غفرانا، والمحسن يسأل الله لحاله إحسانا. فيا عبد الله أكثر من الدعاء على النوعين، أكثر وأبشر بالاستجابة من الله سبحانه وتعالى. جاء عند أحمد كما عند أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس بها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله منها إحدى ثلاث خصال. حديث عظيم يعطيك الله بها إحدى ثلاث خصال، فأنت رابح إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يستخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، الله أكثر، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. جاء في مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المسكر إذا أدخل البحر فلينظر بما يرجع. يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: هذا إنما هو من باب التقريب للأفهام، وإلا فإنه لا ينقص شيء فضل الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم أكثر في هذا الشهر من العبادات، أكثر من الصلاة، من الصيام، من القيام، من الصدقات، من الإنفاق، من وجوه الخير. انظر إلى من تعرفه من المحتاجين، أحسن إليه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك وأن يرحمك بهذه الصدقة، أن تكون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته، كل امرئ في ظل صدقته. امرأة تتصل فتقول: يا شيخ، رأيت في المنام، رأى أخي في المنام أن والدي وهو قد مات من فضوة وهو يلبس كفلا أبيض ناصع الثياب إلا رجليه، فقال لها: ما الذي حصل؟ قالت: أنه قبل يوم، وأخي لا يعرف بالذي حصل، قبل يوم أعطينا امرأة مسكينة ثياب والدي، إلا أني رأيت نعلي والدي، فإذا بي ماذا؟ قلت: آخذ نعلي والدي للذكرى، فأخذتهما، فإذا بأخي ينظر إلى ماذا؟ إلى والدي، ورجلاه عاريتان، وهو يحك رجليه. قال: إذا أحسني إلى هذه المرأة، وأذكرك بقصة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. جاء إليه رجل فقال له: يا شيخ، رأيت في المنام كأني فاعل أو واضع غطاء على رأسي، وهنالك ثلاثة ثقوب، ثلاثة ثقوب منها الشمس تحرقني، فإذا بزوجتي تأتي إلي وتضع ثمرات على هذه الثقوب. يقول: ثم جئت بعد يوم فإذا بزوجتي تقول: إنه قد أحسننا وأعطينا المرأة التي جاءت، أعطيناها كذا وكذا من التمر. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل امرئ في ظل صدقة عبد الله. قد انشئت في هذه المساجد وفي هذا المسجد لجنة فيها ماذا؟ جمع الصدقات، فيها ماذا؟ الإنسان إذا كان عنده فضل طعام، فضل زاد، فضل خير، فإنه يأتي به إلى هذه اللجنة
ويسأل عنها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا، اللهم وتقبل منا جميع أعمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم لا تجعل لنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا طفلا الا ربيته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم فأعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم انا نسالك الغيث، اللهم انا نسالك الغيث، وامنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تجعلنا من الآيتين، ولا تهلكنا اللهم بحطام السنين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.